نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد ليس لديك الإذن بالدخول على تطبيقكم. كنسكان نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بضغط على التطبيقات. من ثم سوف نقوم بضغط على تطبيق كام سكانر. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كام سكانر. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد